مدارس الوادي الجديد شهدت توزيع لوحات خاصة بإشارات الصم والبكم واللي تم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية. اللوحات دي بتحتوي على الإشارات الأكثر استخداماً للطلاب الصم وضعاف السمع بمحافظة الوادي الجديد، وده تسهيلاً على الطلاب للتعامل ما بينهم. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. صباح الخير أستاذ منة، صباح الخير أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم وعلى المستمعين جميعا إن شاء الله. بداية وضح لنا اللي بتشمل عليه اللوحات اللي تم توزيعها ضمن المبادرة لمساعدة الطلاب على تعلم لغة الإشارة. احنا الحمد لله رب العالمين، طبعا يعني التوجيهات مع الاستاذ دكتور وزير التربيه والتعليم دكتور رضا حجازي ومع الاستاذ الدكتور محمد سنان زبوط محافظ الوادي الجديد، وده كان ليه اهتمام بالغ طبعا بتوجيهات مع الدكتور رضا حجازي بتوزيع قرارات اشارات السم والبكم على جميع المدارس وعلى جميع المدن في الوادي الجديد لسهولة تخاطب الأفراد داخل الوادي الجديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة. طب هل خطة أو هل هناك خطة لتوزيع هذه اللوحات علشان تستهدف كل المدارس والإدارات التعليمية، ولا في مدارس معينة ربما بيكون فيها ضعاف السمع أكتر فأنتم مركزين عليها يا فندم؟ والله يا فندم هي الخطة مستهدفة جميع المدارس. بل جميع المنشآت الحكومية. والهدف من كده يعني ما اقتصرش، يعني معالي المحافظ كان توجيهاته ومعالي الوزير ان هي ما تقتصرش على المدارس فقط، يعني تقتصر على الوحدات المحليه، المنشات الصحيه، المنشات العامه لسهوله تخاطب الافراد مع ذو الهمم. عظيم. اكيد. طيب خلينا نقول الدراسه قربت وعلى الابواب وموسم الصيف بينتهي سريعا، خطه العمل الصيفي في المدارس او المدارس الصيفيه وصلت لغايه فين؟ والله الحمد لله احنا نفذنا يعني خطه التدريب الصيفي على جميع مدارس الوادي الجديد الحمد لله رب العالمين. كان في ورش عمل ونشرات توعيه لل ثم ضعف السمع، وكان في حقيقه مبادره من المحافظه كمبادره رياضيه لجميع طلاب الوادي الجديد. اكيد. بالتوفيق دايما، كل الشكر ليك المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزاره التربيه والتعليم بالوادي الجديد.